اللي ما يسأل عن أبوه وأمه في يومه ما فيه خير، اللي ما يذكر أبوه وأمه بدعوة بالغيب ما فيه خير، اللي ما يعرف حجم الوالد والوالدة في حياته ما قيمته في هذا المجتمع، ما قيمته في هذه الدنيا. والذي رفع سبعا ووضع مثلها، إني لأشتاق إلى همسة أسمعها من أمي أو أبي. والذي رفع السماء، إني لأشتاق أن ألثم يده المرتجفة، أن أنظر إليه عن بعد. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، رضينا بما كتب الله وقسم. حبيبي كنا نسمع إن ما تعرف قيمة أبوك وأمك إلا إذا فقدتها. أنا أعرف حجم الفقدان للأب والأم، لكن ما أحسسنا. والذي رفع السماء ما أحسسنا. والله الذي لا إله غيره ما أحنث في يميني ولا أكذب في يميني هذا وأنا في بيت الله وفي محرابي، أني في كل يوم، في كل يوم، في كل يوم أحدث نفسي أن أذهب إلى أبي أسامر وجالس أمي أنظر إليها، أشعر أنهما معي وهما في الحياة البرزخية، علمهم عند الله. أسأل الله أن يرحم آباءنا وأمهاتنا ويرحمهم كما ربونا صغارا.